بيري باشا، بيري باشا هذا الفرمان ظالم كتير، صار لنا سنين عن نفس الاتفاق، شو اللي صار؟ ليش رفعتوا ضرايبكن؟ هيك بتخربوا العلاقة مع البندقية، بتمنى من جنابك انه تغيروا. لا تعذبوا حالكن، السلطان سليمان ما بيتراجع، من شان هيك يا اما بتدفعوا الضرايب يا اما بنمنعكن تبيعوا بضايعكن ببلادنا. السلطان سليمان؟ ماشي. إبراهيم شو في عنا الشغل اليوم؟ ما في شي مهم جلالتك، إجراءات عادية. خبروا أمير البندقية بالقرار، نحن رح نطبق قوانيننا على كل مكان منسيطر عليه. سمعتوا القرار، باشروا بالتطبيق. مولاي جولتكم بمصنع المدفعية كيف كانت؟ ضليت للصبح بالمصنع، بعد فترة رح تسمعوا أخبار ممتازة عن مصنعنا والكل رح يندهش منا. إن شاء الله خير يا سلطان. أكيد خير أحمد باشا، إن شاء الله خير. مولاي الملك المجري لايش وبعت هدية لجلالتكم. مولانا واضح انه لايش تأدب هالمرة، بسرعة جيب لعندي. افتحها ورجيني شو هالهدية. شي بيشبه العسل. كأنه في شي جواتها. بهرام رسولنا. ليوش اقسم بالله اني رح احول حياتك لكوابيس وجحيم، رح اقطع راسك وعلقه قدام كل العالم. مولاي انا بكره رح اجمع الديوان، رح خبرهم قرار المواجهه، وانا برايي نختار جبهه معينه لندخل المجر. بلغراد هي الانسب. بلغراد مكان محصن، حاصرناها مرتين بالماضي وما قدرنا نسيطر عليها. من أي جهة بدك ندخل يا باشا؟ بودين هي أفضل جهة ممكن نفوت منها، خلينا نضرب لايوش من هنيك. رح ندخل المجر من المكان اللي هدروا فيه دم الشاويش بهرام. مولاي لايوش لازم يتعلم درس قاسي. مو لايوش لحاله لازم يتعلم الدرس، كل زعماء أوروبا لازم يصير عبرة لكل كافر وقف معه ودعمه ضدنا. لازم يعرفوا مين هو السلطان سليمان لحتى ما يرفعوا راسهم. بريباشا دي جي كي مون بيليرانو لباس. أعلن الوزير الأعظم بريباشا بأن الضرائب التجارية الجديدة ستبقى قائمة على بضائعنا. السلطان سليمان ودنترياتو وهدد بمقاطعتنا، ووصلني أن السلطان سليمان يصنع مدافع جديدة. أما الملك لايوش الذي قطع رأس الرسول العثماني فقد ارتكب عملا مجنونا، وأخشى من أن يقوم العثمانيون برد عنيف، وقد بدأوا فعلا بالاستعداد لمهاجمة قصر بودين. وين كنت إبراهيم؟ تعا عم حاول حط خطة للحرب. خلينا نشوف الخريطة مع بعض. قلي ندخل من بلغراد أو بودين؟ برأيي ندخل من نهر تونا، منفتحه من أوله ومنضلنا مكملين لحد ما نوصل لهون على مدينة فيينا.
بكرة بتحكي فكرتك بالديوان، بلكي أحمد باشا بينتحر. بالنسبة لي أنا شايفها مناسبة. We'll be right back.